الخير على أحلى مشاهدين، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الشباب الأول ساعة شباب. نوران تركت الوظيفة لتصبح أخصائية تجميل مايكروبليدينج وتوريد شفاه. بطلة كمال الأجسام شروق بخاري تحصل على الميدالية الذهبية في بطولة أولمبيا. وبعد اختلاف الآراء، ما هو رأي المختصين عن العمر المناسب للزواج؟ طيب، حياكم من جديد مشاهدينا، نروح بداية لجولة السوشيال ميديا وأبرز التغريدات المميزة لليوم. أبدأها معاكم بتغريدة من حساب الاستشاري النفسي الدكتور إبراهيم حمدي، واللي كتب فيها وجهة نظره في موضوع السن المناسب للزواج. خلونا نقراها مع بعض. يقول: أنا أشوف أن العمر المثالي للزواج للرجال والبنات في هذا الزمن هو 30 وفوق. الحياة تغيرت والضغوطات زادت والالتزامات متعبة، وكلها تحتاج استقرار نفسي ونضوج عقلي كبير قبل الزواج. وطبعا هذا ينعكس نفسيا على الأسرة والأطفال. مهما تأخرت في الزواج بعقل معيب، العيب تستعجل تتزوج بدري وتنفصل. الله عليك يا دكتور إبراهيم، وأنا أوافقك الرأي 100%. وطبعاً هذه التغريدة أحدثت الكثير من التفاعل والآراء المختلفة ما بين مؤيد ومعارض للفكرة، ما بين من يرى بأن الزواج المبكر أفضل ومن يتفق على ما ذكره الدكتور. طبعاً جيل الشباب هو ربما المعني أكثر بهذا الموضوع، ونحن في ساعة شباب دائماً بنحاول أن ناخذ الموضوع من أبعاد مختلفة في حوار سريع مع الأخصائية الأسرية الأستاذة نسرين بخاري، معنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا فيك أستاذة نسرين، ومنورتنا في ساعة شباب. وفي البداية خليني أخذ تعليقك على هذه التغريدة. هل تتفقين بأن عمر الزواج الأكثر استقرار قد يكون من 30 وفوق؟ وأنا يعني أتمنى صراحة بأن تكوني مؤيدة لهذه التغريدة عشان ماما تتابعني. وخليني شوي بس أقنعك يا أستاذة نسرين، على فكرة أن تتزوج متأخرا أفضل بكثير من الزواج الخطأ. أقنعتك ولا لا؟ نعم أكيد. أهلا وسهلا لميا. أهلا وسهلا، هلا بك حبيبتي. طبعا تغريدة مؤثرة، وأكيد من زاوية العمل الاستشاري والحالات اللي دائما نشوفها سواء بنات أو شباب، سواء زيجات فشلت للأسف. نعم، هو يعتمد بشكل أساسي على شخصية الشخص اللي مقبل على الزواج وليس صحيح. على العمر، وإنما الأغلب عمر 30 في نسبة كبيرة من النضوج للأغلبية بالضبط. سواء للبنات والأولاد ولا الرجال، مع إنه البنات دائما ينضجوا أسرع من الشباب. أتفق معك وبقوة يا أستاذة نسرين. طيب، يعني مهما كانت التزامات الحياة متعبة، ولكن بالنهاية الفقراء والأغنياء بيتزوجوا، فهل هذا الجانب قد يكون يعني مبرر كافي لتأخير الزواج أو لا؟ شوفي، الزواج يعني بداية هو توفيق من الله عز وجل. طبعاً يعتمد على القدرة المادية، تعرف ضغوطات الحياة طبعاً، أكيد التزامات الحياة، كمان البنات ومتطلباتهم، والشباب كمان عندهم متطلبات، خاصة وإنه السوشيال ميديا واطلاعنا أصبح أكبر سواء سيدات أو شباب. صحيح. فكلنا في عندنا ستاندرز عالية، يعني مقاييس عالية للارتباط بشريك الحياة، فلما يكون أفضل ما يمكن. ما له علاقة بالفقر أو بالغنى، قد ما كل إنسان عنده مقاييس معينة. كمان على قدر علم الشخص، وعيه، ثقافته، أكيد هذا كمان عامل جدا مساعد. صحيح، أتفق معاكي. طيب، ما يتفق على ما له علاقة بالوضع المادي قد ما له علاقة باطلاعهم وانفتاحهم. دكتور إبراهيم إيش قال؟ قال لي يكون أفضل الزواج في سن 30 وما فوق، لأنه يكون الشخص في نضوج عقلي ويكون بالنهاية في طبعاً استقرار نفسي. هل برأيك أن النضوج العقلي والاستقرار النفسي مرتبط بعمر معين، يعني في 30 وما فوق ولا لا؟ يعني أعتقد أنه لا، هو غير مرتبط، وإنما 30 يعني هو عمر كافي أنه الإنسان خاض تجارب، الإنسان اكتشف نقاط ضعفه، اكتشف اللحظة اللي هو ورثها من عائلته ولا بصمات كانت في طفولته. عمر 30 اشتغل، عمل خبرات، غير وظيفته،
فأنا أتفق أنه فعلا 30 يعني هو عمر مناسب، خاصة في هذه المرحلة اللي إحنا فيها، اللي فيها انفتاح فكري، يعني مو 30 30 30 هم فوق شوي. نعم لوالدة سمية. طيب أستاذة نسرين، يعني الشباب شايلين هم المسؤولية خصوصا هذه الأيام، ولازم نوضح الصورة الواقعية لحياة الارتباط، حياة الزواج، الشراكة اللي بتصير بين الرجل والأنثى حتى تنجح بدون تخويف أو تساهل. كيف؟ يعني في الحياة اللي إحنا الآن موجودين فيها في هذا الزمن، أيه. والوضوء، يعني في تحديات كثير بتواجه الأسرة الصغيرة اللي دوبها بادئة، فأكيد المشاركة من الأشياء المرة أساسية ومهمة. أعرف أنه في ضغوطات، ولكن كمان الآن أصبحوا يعني الأزواج يختاروا هم بنفسهم زوجاتهم، بيكون في يعني في شيء بيبنوا عليه أساس واضح، ومن ضمنه المشاركة المادية في بعض الأمور الحياتية وليس كلها، لأن المسؤولية الأولى هي للرجل. فكل ما يكون المعادلة متوازنة، أوكي، بما إنه الرجل يقوم بمسؤولياته كاملة والمرأة كمان تقوم بمسؤولياتها، كل ما يكون سبب أساسي لنجاح العلاقة. ولكن إنه الرجل يتجرد من مسؤوليات يرميها للمرأة وتقوم هي بكل مسؤوليات الحياة، زي ما بنشوف كثير حالات، إنه هذه من أهم أسباب فشل العلاقة، إنه الواحد يقوم بدور مو دوره. فمن المهم من البداية يكونوا واضحين في الأدوار اللي هم حيتكلموا فيها، حيعيشوا فيها. طب برأيك، يعني أنا طرحت الموضوع طبعا على سنابي لأنه موضوع يهم الشباب كثير، حتى الآباء والأمهات، كثير من الآباء والأمهات مع الزواج المبكر، ولكن الشباب واللي أيضا عاشوا التجربة من البنات والشباب واللي تزوجوا مبكر يقولوا اليوم يا ليتنا ما تزوجنا من بدري، فبرأيك ليش؟ أكيد لأنه زي ما قلنا الانفتاح، صار في خبرات مختلفة كثير، فصار الشخص بيشوف أشياء أو عرف الستاندرد حقه إيش هو. لأنه إذا أنا أتزوج وهو يعني لسه ما كون الهوية، خبرات ما عاش حياته يعني شخصيته كاملة، نعم، وخبرات حياته وأشياء زي كده. في بعض الناس لما ما شاء الله ربي يرزقهم بأطفال وتصير عندهم مسؤوليات الحياة المادية والأطفال والمدارس، ويبدأ يدوب ويواصل 30 وما شاء الله عنده أطفال في الابتدائي، فتلاقيه يحس بضغط. وإنما أنا أرجع أقول طبعا الزواج من أهم الأشياء اللي يسببها الاستقرار النفسي. من الأشياء الرائعة في الزواج إذا كان الحمد لله كويس وتوفقنا، طبيعي لو كان في تحديات بسيطة، ولكن من أهم الأسباب اللي تقي من الاكتئاب كمان، في أشياء كثير مفيدة للزواج، التكامل. لا تقولي يا أستاذة بسري. نعم. لا يعني مو شرط الزواج وقاية من الاكتئاب، بالعكس الزواج يجيب الاكتئاب بنسبة كبيرة. لا لا لا، انت بس بتسمع الناس. طب اتوقع يعني الان بنطلع من زوجه ويعقل الى خلوه يعقل ونزوجه، مو كذا افضل راح تكون الحياة؟ 100% يعقل اول ويتزوج. صحيح، اتفق معك مليون بالمية. شكرا لك استاذة نسرين، نورتينا وشرفتينا. شكراً. شكرا على هذه المعلومات القيمة، يعطيك العافية. يعطيك العافية. مشاهدينا مكملين معاكم في جولة السوشيال ميديا، ولكن بعد الفاصل. مكملين معاكم مشاهدينا في جولة السوشيال ميديا وأبرز التغريدات المميزة لليوم. نروح أيضا لتغريدة من حساب وكالة شؤون المسجد النبوي، استبدال السجاد الأحمر في ساحات المسجد النبوي ب 12,000 سجادة من السجاد الأخضر الجديد. طبعا هذا الاهتمام الكبير بالحرم النبوي وتجديد سجاده ليس بالأمر الغريب صراحة، ولكن الجميل في الموضوع هو اللون والنقوش الجديدة على السجاد المفروش حديثا، واللي يعتبر من أفخر أنواع السجاد ذو جودة عالية، وهذا أقل ما يمكن أن يوضع في مسجد الرسول الكريم لاستقبال الزوار والمصلين في أطهر بقاع الأرض. نروح أيضا لتغريدة لفتتني كثير من حساب سيد ثريتس. طبعا سيد يقول في هذه التغريدة بأنه شرف كبير حصل عليه اليوم عندما قام والد صديقة بإهدائهم هو ووالدة ناقتين. خلونا نتابع. أولا حياكم الله المملكة العربية السعودية وفي بيتنا،
Welcome to Saudi Arabia, to our house. نشكر الله ونشكركم اللي استقبلتوا ثواب أثناء إقامته عندكم في أمريكا وتقدرتوه ويشكر الله ويشكركم يقول الناس طيبين وعاشرونا معاشرة كويسة. We thank you guys for hosting our son back in the States in the best way possible. Wow. ولأجل غلاكم وتقديركم أغلى ما عندنا في المملكة العربية السعودية الجمل الإبل. Because we cherish you and we love you, the most expensive thing to our hearts and in the kingdom of Saudi Arabia is the camels. واحنا نقدم لضيوفنا اغلى ما عندنا اللي هي الابل فلكم هذه الناقتين تقدير لكم وحق لكم وبنهديها عن نفسي انا وابنائي وعن شعب المملكه العربيه السعوديه الله يوجهك الله يوجهك These camels are gifted to you on behalf of them and the kingdom of Saudi Arabia yes back to the States you can do whatever you want to it it's yours لا ودي ولا بريك تستاهلون يا ولدي الله 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 أكبر الله 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 هذا من القلوب الأعماق هذا من الأعماق الطيب للطيب وتستاهلون وأنتم جيتوا من بلد بعيد لا هنا فلازم نقدر المسافة اللي مشيتوا معنا جيتوا بلدنا You guys came all the way here, and we have to cherish you and love you and respect everything that you've done. So this is the least that we can do for you guys. That's amazing. I'm so honored. I'm so honored that your son came into our lives. I cherish him. He's like a brother. And all of you are my family. طبعا أحد المؤثرين السعوديين ثواب سباعي هو من استضاف الرجل ووالده الذي ترعرع في السعودية أثناء عمل والده في قطاع الطيران والاثنين يحملون ذكريات مميزة جدا عن المملكة وكان ثواب طبعا سبق له زيارتهم في أمريكا ولكن الصراحة الأبرز في هذه المشاهد هي المشاعر الجياشة والامتنان الحقيقي الذي شعروا به وأكيد هذا مو غريب أبدا على السعودية والسعوديين فهم شعب كريم ومضياف بدون أدنى شك وأعتقد كذا بنعلم الأمريكان بالنهاية أصول الكرم والبداوة العربية روح أيضا لتغريدة من حساب زرياب 1976 طبعا أرفق مقطع فيديو وعلق عليه هذا التعليق حتى الأجانب ما سلموا من صوت أبو عبد الله طبعا هذا واحد أجنبي مشغل أغنية من أغاني الفنان طلال مداح وبيحاول أن يتذوق الموسيقى وجمالها خلونا نتابع سوا Watch these legendary singers and let's do it Sorry guys for the interruption, but I love the entrance of the music. Let's watch that part again. Guys, the nice part hit the heart. I loved the way he changed his range of vocals and that was so emotional.
طبعا هذا الشخص أعجب جدا بالأداء والطريقة اللي غنى فيها الراحل رحمة الله عليه الفنان الكبير طلال مداح، وكيف أنه بيتحكم في آلة العود بشكل متميز ودقيق، وعلق أيضا على جمال اللحن وقد إيش هو لحن مفرح، وأيضا تطرق لانتقاله في النوتات وقال بأنها جدا مميزة، وهذا إن دل على شيء يدل على قوة هذه الموسيقى وجمالها بحيث أنها تصل من القلب إلى القلب. وأكيد أغنية اسمع حياتي هي من أروع أغاني الفنان الراحل طلال مداح الله يرحمه، وعشان كذا هي خالدة ومستمرة حتى الآن. روح أيضا لتغريدة من حساب لينا بنتن تقول فيها: ما تتخيلوا سعادتي حاليا بعد تعب 3 شهور ما شاء الله، وصلت للوزن المثالي وللنتيجة اللي أتمناها، متبقي الاستمرارية وقوة الإصرار للنتيجة المثالية، ولكن هذا الشيء فرق جدا في جانبي النفسي والجسدي والصحي، وأنا ممتنة لرب العالمين على هذه النعمة، اللهم الثبات والاستمرار. والله كلنا يلينا بنقول اللهم الثبات، وإحنا أكيد نقول لك يلينا اللي بيصير بينول بالنهاية ومراح، اللي يصبر عفوا بينول بالنهاية ومراح تعبك ومجهودك على الفاضي. جميل جدا اللي سويتيه، عشان من المهم أن الشخص يحافظ على وزنه وعلى صحته بشكل كبير جدا لتقليل من التعرض للأمراض أو حتى الإجهاد النفسي. استمري لينا، وهذا تشجيع لغيرك أنهم يبدوا من الآن. التغريدة الأخيرة من حساب محمد البليهيس إيش يقول؟ طبعا ماجد المهندس حبك قتلني محمد. الفنان ماجد المهندس بيغني للشاب محمد من ذوي الهمم، ومحمد أكيد مبسوط ومنطرب على الآخر. محمد يا عيوني يا حمود، لا أكل ولا أشرب، لا يروح فوق خدودي، أشتاق لك كل لحظة يا بعد قلبي. الله، تحية كبيرة جدا للفنان ماجد المهندس، واللي أدخل الفرحة على قلب محمد، واللي طبعا يعتبر واحد من أشد معجبينه. حقيقي يعني شيء جميل لما نشوف الفنان متواضع ومتواصل مع جمهوره بهذه الطريقة المتواضعة والمحببة، وهذا أبدا مو شيء غريب على فنان كبير مثل الفنان ماجد المهندس، ونقول له بانتظار جديدك لا تطول علينا كثير. هذه كانت فقرتنا في السوشيال ميديا، ولكن مكملين معاكم بعد الفاصل بطلة كمال الأجسام في فئة الفيزيك شروق البخاري تحصل على الميدالية الذهبية في بطولة أولمبيا. عادت البطلة شروق بخاري من بطولة أولمبيا التي أقيمت في الإمارات مؤخرا بعد حصولها على الميدالية الذهبية في بطولة كمال الأجسام لفئة الفيزيك، حيث شاركت بثقة عالية مؤمنة بقدراتها من خلال تدريب طويل وشاق. يسعدنا الحديث مع البطلة شروق عبر سكايب. يا هلا فيك في ساعة شباب، عاد هذه المرة في ميدالية ذهبية، نقول لك ألف مبروك. الله يبارك فيك. أول شيء مساء الخير عليكم جميعا، أتشرف للمرة الثانية أني معاكم معاك يا لميا غالب في برنامج ساعة شباب قناة روتانا خليجية. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب على حصولي على الميدالية الذهبية كأول بنت في التاريخ في المملكة أحصل عليها. ما شاء الله تستاهلي شروق، ولكن يهمنا نعرف منك كيف كانت أجواء البطولة وكيف كان شعورك بعد الفوز؟ للأمانة البطولة كانت مرة صعبة، يعني جدا جدا بطولة قوية، يعني بطولة مشارك فيها نساء من جميع أنحاء العالم. ما شاء الله تبارك الله، أنا انصدمت من العدد اللي شفته. يعني هي فئات، أنا طبعا فئة خاصة اللي هي الفيزيك، الفئة اللي أنا فيها تقريبا من كثرهم حتى تقريبا يعني 67 مشتركة. ما شاء الله تبارك الله، مرة عدد كبير، يعني كان مرة زحمة، كل فئة فيها عدد مرة كبير. مرة كانت البطولة قوية، وكانت المنافسة فيها جدا 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 صعبة. للأمانة أنا كنت رايحة البطولة أني أكسب خبرة،
ورايحة البطولة إنه أمثل المملكة وتكون يعني خبرة لي وتجربة. ما شاء الله رجعتي بالذهب. سبحان الله، يعني أنا من جد أنا والله يعني قبل يوم حتى رجعت من البطولة، بعدين استوعبت إنه أنا فزت، لأنه وقتها كنت تعبانة ومواصلة من السعودية لدبي، فكنت مواصلة يوم كامل، فصارت لخبطة كثير هناك وتوتر و... ألف الحمد لله على سلامتك. الله يعطيك العافية. كيف كانت استعداداتك في فترة التجهيز قبل البطولة، وكم أيضا استغرق هذا الاستعداد من وقت؟ يعني بفكر لو حبيت أشارك في البطولة. شوفي الفئات تختلف. أيه. عندك فئة البكيني والفيزيك اللي أنا ألعب فيها تقدر تجهزي لها 4 شهور، 4 شهور حتى تكون كويسة وكافية أنك تتجهزي فيها. عندك الفئات الثانية اللي هي الكلاسيك والبادي بيلدينج، طبعا هذه صعبة، مرة صعبة هذه الفئات، يعني أقل شيء يبغالك سنة وشيء تجهزي لها. يعني أول ما تسمع في بطولة أنا خلاص سنة أمسك تجهيز ونص لين أوصل المستوى، لأنه هذه الفئات تكون مرة 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 صعبة، حتى أحجامهم تكون ضخمة بشكل تنصدمي منه. الفئات إحنا حقتنا يعني البكيني والفيزيك تقدر تجهزي لها 4 شهور، حتى لو من قبل 5 شهور على راحتك، بس 4 شهور يعني يكون كافي. حلو. طب أنت شاركتي عن فئة الفيزيك، فكلمينا عن هذه الفئة وأيضا شروطها في الفئات الأخرى. طيب فئة الفيزيك تكون في المركز الثاني طبعا أول البكيني، البكيني اللي هو يجي حجامهم شوية صغار طبيعيين. أي. الفيزيك نيجي شوية أضخم من البكيني، تكون شوية فينا كتل عضلية. الفيزيك ما يركزوا على حجم الكبر، يعني الكتلة العضلية على حجمها، لا يكون صح في نقاط عليها، بس التركيز يكون أكثر على الجسم، تناسق الجسم، كيف حتكون عضلاتك متناسقة مع جسمك، كيف يكون ناشف، كيف يكون عندك الباي واضح، الأكتاف، السكس باك. عندك في الفيزيك طبعاً اللبس شورت وسنتيانا، طبعاً الشورت حيكون تحت الركبة. عندك عضلات الفخذ ما يقيموا عليها في الفيزيك عادي، يعني لأنه الشورت مغطي الفخذ فما يقيموا على الفخذ، بيقيموا على البطات الأرجل، والجزء العلوي مرة التركيز عليه والنقاط بتكون أكثر عليه غير الفئات الثانية. طب هذه الفئة هل لها شروط ولا لا؟ ما لها شروط، بس لها لبس معين. الشرط أنه ما تضخمي عضلاتك أوفر مرة، لأنه ممكن لو كانت العضلة كبيرة ممكن أنت تخسري في البطولة. هما ما بيركزوا على الحجم العضلي، هما بيركزوا على التناسق والتنشيف وشكل العضلة كيف بيكون واضح. حلو. طب بالنسبة للفئات الأخرى هل لها شروط؟ طبعا كل فئه تختلف عن الفئه الثانيه. عندك البكيني طبعا بيلبسوا بكيني وسنتيانا. عندك الجسم من فوق لتحت كله بيقيموا عليه، بتكون شويه اجسامهم نحيفه على شويه كتله عضليه على يعني نحت، يكون الجسم شويه منحوت. عندك الكلاسيك بيقيموا برضو الجسم كامل، الكلاسيك بيكونوا ضخام، اضخم مننا بشويه بكثير، بيقيموا برضو على الكتلة العضلية عندهم، مهم انه قديش بيكون حجمها. البادي بيلدينج اللي هي اخر فئة، هدول يعني لو شفتيهم انت حتنصدمي نفس ما انا انصدمت، يعني صراحة اجسام يعني مرة ضخمة كأنه صخرة الله. صخرة واقفة وبنات يعني. بنات طبعا مو شباب، فتنصدمي هذه الفئتين اللي هي الكلاسيك والبادي بيلدينج، هذه اجسامهم من جد يعني أجسام ضخمة بشكل مو طبيعي. عندك البادي بيلدينج بيركزوا على الحجم العضلي والتنشيف أكثر من إنه أكثر مننا إحنا الفيزيك والبكيني والفئات حلو. الثانية. طب على أي أساس مثلاً بيكون تقييم لجنة التحكيم لحصول أي لاعبة على اللقب؟ طيب أنا أقول لك، طبعاً كل عدد المشتركين هذول اللي في أي فئة مثلاً شاركوا بيحطوهم كل فئة لحال، بنبدأ نستعرض. عندك 7 وضعيات للاستعراض اللي هي دبل باي زي كذا، بنبدأ نستعرض فيها. أيوة نستعرض. أول شيء بتحصلي لجنة التحكيم بيقيموا على اللبس، بيقيموا على لون الصبغة اللي بيصبغونها هي بجسمنا، بيقيموا على كيف استعراضك بيكون، كيف ثقتك بتكون، البوزنج نسميها، بيقيموا على جسمك تناسق العضلي، التنشيف، كيف بيكون تفاصيل جسمك، مين تفاصيل جسمه أحسن من تفاصيل الثاني، يعني كل واحدة وشطارتها، كيف تستعرضي تبيني شكل عضلاتك بالطريقة الحلوة اللي تكون واضحة للجنة التحكيم. عندك كمان إيش كمان؟ النشافة في الجسم. عندك مثلا هذه الأدمية جسمها ناشف، السكس باك واضح أكثر من اللي جنبها، اللي جنبها لا فيها نسبة دهون، هذه كمان بيقيموا عليها.
عندك كمان بيقيموا على الحجم العضلي، عندك في فئات شرط انه انت ما تكبري عضلتك، لو شافوا هذه اللاعبه انه عضلاتها كبيره وهي غير مطلوبه في الفئه تنزل النقاط حقتها، بتخسر انه انت لازم لك نقاط معينه تعرفي تستغليها. ايوه طيب ما شاء الله تبارك الله، يعني شروق كيف بتحافظي على نظامك الغذائي؟ وفي معلومه نفسي اعرفها فحسالك اياها، هل بالفعل لاعب كمال الاجسام مجبر على اخذ مكملات غذائيه او لا؟ شوفي انا اعطيك اياها، في مثلا انا ابغى ابني جسمي وابغى جسمي يكون مرتب حلو بس ما عندي بطوله، يعني جسمي لنفسي انا كذا انبسط فيه، اقدر اقفل احتياجي طبعا احسب بالأكل. كم ايوه احسب احتياجي من البروتين الكارب الدهون الالياف احسبها، وعلى حسب هدفي سواء كان تضخيم تنشيف زياده وزن او نزول وزن، فحيكون هدفي زي كذا. طبعا الوجبات اللي حتطلع لي من احتياج السعرات الحراريه ححسبها شو اسمه، فحمشي عليها بالملي تمام. إذا قدرت أقفل وجباتي في اليوم بالملي بنفس الميزان حق الأكل بالملي قفلتها بدون أخذ مكملات غذائية فما يحتاج أخذ مكملات غذائية، لكن إذا ما كنت أقدر أكمل وجباتي في اليوم فحسب ما حقدر أكمل أربع وجبات، لا تعبت خلاص ما أقدر هنا أنا أستخدم المكملات، لأن أو المكملات إذا مثلا من عندك بطولة فلازم تأخذي هذه المكملات صح؟ شوفي ايوه في البطولة اجباري، حتى لو قفلتي وجباتك بالملي بالميزان بالحسبة بالملي اجباري تاخذي مكملات، لانه بيكون تمرينك مكثف دبل التمرين اللي انت بتتمرنيه عادي. بتكوني مرة دقيقة، يعني بيكون الجسم تعبان محتاج ياخذ يعني من مخازن الطاقة في الجسم، فلازم انت تاخذي مكملات فوق اكلك. طيب رياضة كمال الاجسام يعني بيني وبينك شروق بتكون يعني وتعتبر غريبة شوي خاصة عن العنصر النسائي في السعودية، فكيف تشوفي الاهتمام بها وأيضا الإقبال على ممارستها؟ شوفي الصراحة أنا أول بطولة فتحوها في المملكة كانت بطولة زي ما تقولي تجريبية، وبطولة عليها يعني جوائز وميداليات، في 2019 سجلت فيها أخذت المركز الأول ما شاء الله تبارك الله، نفس الشيء في فئة الفيزيك لأنه الفئة هذه تناسب جسمي وتناسب حجمي. دخلت فيها فكانت تجربة، هم سووا هذه البطولة في المملكة يبوا يشوفوا هل في عدد إقبال من البنات أنه حيسجلوا فيها، أنا شاركت فيها كانت معايا واحدة من الشرقية بس أنا انصدمت أنه الأغلبية أنه لجنة التحكيم حتى كانوا من الإمارات وتونس والمغرب، وكانوا أغلب اللي مشاركين ما هم سعوديات، يعني كله أجانب ما في إلا أنا واحدة ممكن بس سعوديين اللي شاركنا فيها. بالضبط، لأنه يمكن العنصر النسائي بيشوفها غريب شوي للبنات، وهذه رياضة كمال الأجسام خاصة بس بالشباب. أيوة، فكانت يعني البطولة غير مرغوب فيها، فبعد هذه البطولة أنه ما عاد صارت في بطولات في المملكة قفلوا عليها. طبعاً كرموني على مستوى المملكة أنه أول بنت سعودية وأنه جربت وشاركت وفزت الحمد لله، على أساس هذا الشيء تأهلت للبطولة اللي هي العالمية اللي أنا حصلت عليها قبل يوم. فتأهلت أنا لهذه البطولة، وبنفس الوقت كانت البطولة تتأجل بسبب وضع كورونا، المطار تقفل وزي كذا، لدرجة فكرت كثير أني أنسحب من هذه البطولة، بس بنفس الوقت يعني الحمد لله يعني جاني دعم وخلاني أني أكمل في هذه البطولة أني أشارك فيها. بس حاليا أنا أقول لك البطولة غير مرغوبة للبنات في السعودية، فأنا لقدام إن شاء الله إذا أفكر أسجل في بطولات فطبيعي أنه حتكون كل بطولاتي خارج المملكة، لأنه في المملكة البطولة من ناحية النساء مرغوبة بشكل قوي بشكل تنصدمي منه، لأنه أنا ليومك هذا أنا مصدومة من العدد اللي شفته، عدد مرة كبير مرة كبير، يعني برا فيه عليها إقبال بشكل مو طبيعي، لكن في السعودية أتمنى أنه يصير ويكون الضوء مسلط عليها ويبدأوا البنات يشاركوا فيها وكذا، لأنه حيكون شيء حلو. أوكي رياضة غريبة بس مرة متعة. هو صراحة شروق واضح حبك وشغفك لهذه الرياضة، ولكن بكل صراحة هل واجهتي أي نوع من الانتقاد لممارستك رياضة كمال الأجسام؟ شوفي هو الانتقاد موجود بس بشكل عام يعني دائما الإنسان الناجح اللي قاعد ينجز في حياته ويحقق الأهداف حقته طبيعي الناس تنتقده، دائما الإنسان الناجح وراء في انتقاد. يعني بينتقدوك في إيش مثلا شروق؟
انه رياضه شباب مو حلو جسمك يا مدري ايه والتعليقات هذه اللي ما لها داعي. انا ما احط بذمتي بس انا متاكده 100% انه الناس اللي قاعده تشتم وتنتقد اغلبهم متسدحين في البيت واجسامهم الله يعين عليها فقاعدين ينتقدوا. طيب انا انسانه مضيعه وقتي في انجاز، انتم مضيعين وقتكم تتفرجوا علي، طيب ليش تسبوا ليش تنتقدوا؟ طيب انا 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 بشكل عام يعني اتكلم عن عني شخصيا، انا لما ادخل برامج التواصل انستغرام تيك توك اشوف اي شيء ما يعجبني سكب سكب سكب، ما بدي ادخل اعلق واسب. ايوه لانه السب والكلام اللي حقوله حيمثلني انا فكلامهم يعني من جد انا ما يهمني كلام الناس. انا لو يهمني كلام الناس انا ما كان دحين معك في اللقاء او اني وصلت للشيء او اني كملت وتاهلت يعني لهذه البطوله، كان انا سويت سكب خلاص وقفت. صحيح. بس لا انا ما يهمني. طب خلينا نروح لجانب ثاني معك شروق، يعني هل تعتبر هذه الرياضه مكلفه بشكل عام ولا لا؟ والله شوفي لو تساليني السؤال اطفر لعيبه في العالم حقول لك لعيبه كمال الاجسام، سواء الرجال يتعبوا على نفسهم صراحه. ايوه ياكلوا كثير وحبوب وتمارين. ايوه سواء بنات او شباب، حتى البنات اللي برا يعني طول الشهر احنا مطفرين. غير اشتراك الوجبات الغذائيه، اشتراك شو اسمه بتروح تقضي اكلك، تشتري مكملات غذائيه، فيتامينات، اشياء مره كثيره، فهذه كلها مكلفه. يعني انا لولا الله لولا الله ثم الراعي الرسمي حقي فيصل المناعي اوجه له الف شكر له، هو اللي دعمني من ناحيه الوجبات المكملات الاشياء اللي كانت تنقصني من ناحيه البطوله. وكمان اوجه شكر خاص لعبد العزيز الشريف لتوفيره لنادي الجاده اللي تمرنت فيه وجهزت فيه خلال الأربع شهور. يعني من جد لو أقول لك أني أنا كنت بسبب الطفرة أني أنا حنسحب من هذه البطولة، بس الحمد لله أنه يعطيهم ألف عافية الله فعلا يعني. طيب إيش القادم من البطولات وناوية تشاركي فيه؟ والله شوفي حاليا لازم أخذ فترة راحة على قولهم، فترة استشفاء من التعب اللي تعبته والحرمان، الحرمان في الأكل هذا اللي من جد جلطني على قولهم، فلازم اخذ فتره راحه. لو كان في بطوله خارجيه وفي وقت اني اقدر اجهز فيه باذن الله اني حشارك، اذا ما كان في وقت ان شاء الله اني اعوض في بطولات جايه. وممكن كمان ممكن احتمال كبير تشوفوني في مجال رياضه اخرى غير كمال الاجسام. جميل جدا، احنا نتمنى لك كل التوفيق شروق، ونقول لك المره الثانيه الف مبروك، تستحقي الذهب ويعطيك الف عافيه. الله يعافيك ما قصرتي ويبارك فيك يا رب. شكرا لك. مشاهدينا بعد الفاصل جديد المايكرو بليدنج وتوريد الشفايف مع الأخصائية نوران حمودة. كل البنات اليوم صار عندهم شغف الظهور بأجمل صورة، طبعاً بمساعدة تقنيات التجميل اللي يوم بعد يوم بنشوفها تتطور. واليوم راح نروح لعالم المايكرو بليدنج وتوريد الشفايف مع شابة احترفت هذا المجال مو بس كمهنة، هي بتشوفها امتداد للفنون اللي درستها واشتغلت فيها لفترة طويلة جداً. أخصائية التجميل نوران حمودة منورة ساعة شباب. أهلاً وسهلاً. يا هلا وسهلا فيك. صراحة في قصة عجيبة أنا نفسي أعرف تفاصيلها، النوعية اللي صارت في حياتك وتركك لوظيفة في مجال الجرافيك والتصاميم وذهابك لعالم التجميل وتحديداً المايكرو بليدنج وتوريد الشفايف، فحكيني عن النقلة النوعية. شوفي هذا السؤال اللي حير علماء على قولهم، يعني كل صحباتي وأهلي استغربوا من النقلة اللي أنا عملتها. بس يعني أحياناً تحصل لك ظروف في فترة معينة تخليك أنك أنت ممكن تعملي فترة انتقالية تكون في حياتك. فأنا كورونا كانت بالنسبة لي فترة انتقالية، يعني على قولهم رب ضارة النافعة، لأنه لما جات كورونا كل القطاع الخاص تأثر، فأنا مكان شغلي من الأماكن اللي تأثرت بكورونا أو بالأخص قسمي، فوقف الشغل عندنا. فكان الموضوع مرة يزعل إن أنا كنت كل يوم أداوم 8 ساعات من غير ما يكون في شغل. الموضوع طول كمان، فخلاص لما تكوني ما عندك شغل وطول وقت انت بتداومي كده كان الموضوع بالنسبة لي مرهق. أيه. ففكرت في ذيك الفترة انه ايش ممكن اعمل مشروع، فكرت في مشاريع مرة كتير
بس الشيء اللي عمل معايا كده مع نفسي اني حسيت اني انا حابدع فيه المايكرو بليدنج. طب كيف مثلا تعلمتي تقنيات المايكرو بليدنج وتوريد الشفايف؟ لما جات الفكره في بالي خلاص بدأت ابحث ايش الاماكن اللي ممكن تعطيني او تعلمني التقنيه هذه بطريقه دورات. ايوه دخلت اخذت يعني دورات قعدت ابحث عن الاماكن اللي ممكن تعطيني الدوره دي وتكون اماكن قويه. طب قد ايش خبرتك الفنيه السابقه ساعدتك في هذا المجال بما انك يعني ما شاء الله تبارك الله جرافيك ديزاين؟ وانا كمان خريجه فنون ترى ما شاء الله كمان. يعني في الجامعه كنت خريجه فنون وبعد كده كانت الاكسبيرينس حقتي حتى الشغل في الجرافيك ديزاين قعدت تقريبا 7 سنين. فلما بدات في المايكرو بليدنج هذا الشيء مره ساعدني في السوشيال ميديا في انه انا كمان يعني يدي شاطره في الرسم فعرفت اني انا حبدع في هذا المجال. طب اتوقع بعد ما دخلتي هذا المجال زادت علاقاتك اليوم مع البنات طبعاً. فكلميني ايش الجديد في هذا المجال؟ هل في مثلا تكنيكات جديده ابتكرتيها؟ لا شوفي هو التكنيك في المايكرو وفي التوريد التكنيك واحد بس هو انك كيف انت تضبطي التكنيك مظبوط انت تعمليه صح. يعني انك انت طريقة مسكتك للقلم وطريقة انك انت ما تكوني ديب في البشرة وتكوني بطريقة مرة سطحية عشان لا يتحول من مايكرو بليدنج لتاتو لما اللون ما يدخل مرة عميق في البشرة صح. بس فهو الأهم انك تعمل التكنيك صح. هو تكنيك واحد بس التكنيك الأهم واحد انك تعملي بس كيف تزبطي صح. طب انا اشوف ان الحواجب بالذات هي نص الوجه كل الوجه نص جمال برواز الوجه هي برواز الوجه بالضبط. فنبغى نعرف يعني ايش الاعمار اللي تجيكي اكثر من غيرها؟ هل عارفين بالضبط طلبهم؟ هل هذه مثلا رسمه الحواجب اللي بيطلبوها لايقه على وجههم ولا مو لايقه؟ وهل بتحاولي مثلا انك تاخذي تعطيهم رايك في هذا الموضوع لو ما كانت لايقه عليهم؟ ايوه شوفي انا اكثر ناس اللي بيجوني صراحه الموظفات لانه هذه التقنيه مريحه صح. بالنسبه لهم جدا انه هم ما يضطروا انهم يصحوا في الصباح ويعملوا حواجبهم. كل واحده بتيجي بتقول لي ايش الشيء المناسب ليا ونحن هذا الشيء بنحدده بعد ما نشوف شكل الوجه. هل شكل الوجه دائري شكل الوجه طويل وكده وانا بعمل لها اللاين ورسمه الحواجب وبعد كده بوريها اول ما تعطينا الاوكي ببدا اعمل لها. طالعه موضه الحواجب اللي الين عرفتيها اللي بيطلبوها والله بنات مني بس لا لا اقول لهم ضد حلو. ايوه اقول لهم لو حابين تسووها سووها بالميك اب بس خلي الرسمه الاساسيه انه بحيث حتى لو راح الترند هذا ما تحسي انك ورطانه. حلو. طب بعض البنات بيشوفوا مثلا ان المايكرو بليدنج مشابه للوشم او تاتو الحواجب فريت تعرفينا ايش الفرق بينهم؟ شوفي المايكرو بليدنج انت بتعمل يعني بتستخدمي ابر مره صغيره بتخدش البشره سطحي مره الموضوع سطحي. التاتو جهاز بيدخل للطبقه الثالثه من الجلد فاللون ما بيختفي. المايكرو بليدنج يعني عشان كده بقول لك التكنيك الصح. التكنيك لو كان صح اللون بعد فتره حتلاقيه يعني اختفى من بشرتك ما حيطول معاكي حسب نوع البشره كمان في البشره الدهنيه يروح اسرع من البشره الجافه. فلو كان التكنيك صح بعد فتره حيختفي او حيصير مره خفيف عكس التاتو اللي هو بيكون دائم. حلو يعني هذا الفرق أيوه. بينهم ما في اي فروق ثانيه. التاتو دائم وبعد كده تضطر انك تغير الرسمه ما تتغير معاكي وبعد كده ممكن اللون يقلب او يتغير على خضار رمادي فمزعج يعني. حلو. طب هل مده مثلا ثبات اللون على الجلد متساوي عند كل الناس وتختلف بشره لا الثانيه؟ تختلف. البشره الدهنيه يعني اضطروا انهم يعملوا مايكرو بليدنج اكثر من مره في السنه لانه الدهون تخفف اللون او تطرد اللون من البشره. البشره الجافه بيمسك معاهم شيء كويس يعني أيوه تقريبا صح. بيقعد معاهم 8 شهور لسنه. طب انا نفسي اعرف هم بيرسموا شعره صح في الحواجب في بعض الناس لما بيرسموا الشعره بتفش عرفتي او مثلا اول ما تسوي حواجبها تكون الحواجب فريش فيكون اللون حلو وواضح بعد ما تتقشر تختفي. هنا بقول لك التكنيك او إيه؟ كيف يعني شوفي في ناس او اخصائيات عشان يشتروا راحه بالهم بيعملوا بنج اول قبل الجلسه عشان العميله ما تقعد وقتها تنزعج او البنج اللي يكون قبل اللي فيكون في البدايه هذا غلط. المفروض البنج يكون بعد ما ينعمل الباس الاول عشان الشعر ما تفش لانه البنج الكريمي هو اللي يخلي الشعر تفش. وثاني شيء طريقه الاهتمام بعد الجلسه إذا كنت بترطب المنطقة زيادة عن اللزوم هذا الشيء حيخلي الشعر هي شوفي طبيعي إنه الشعر شوية تفش بس مو كثير.
فلو كنت ماشي على التعليمات صح ما حتفش معاكي. حلو. طب انا متحمسه، انت ما شاء الله جايبه العده كلها حقت الحواجب، خلينا نعرفها شوي على المشاهدين نتعرف عليها. طيب هذا هو البليد اللي بنستخدمه وقت الجلسه. فهي شوف الشفرات مره شيء مره مره صغير لا يذكر. فهي التكنيك لما انت تمسك الهذا وتعمل الشعره بدي الطريقه ما حيكون شيء يعني كذا، يعني مو جهاز، كانها موس صح بالضبط او ابر صغيره. بس بتخدشي سطح الجلد وخلاص. إيه زي الشفره. ايوه شفره مره صغيره صغيره صغيره. اي ايوه. وش كمان؟ هذا الجهاز حق التاتو. طيب هذا الجهاز صح. ايوه هذا اللون اللي بنستخدمه في الـ في الـ حق الحواجب في المايكرو بليدنج. اهم شيء شوفي كمان عشان المايكرو بليدنج غير التكنيك انه جوده الالوان تكون ممتازه. يعني هذه الالوان من فيبروز اللي هي في اكاديمي نفس اللي اخذت عندهم الدوره، الوان طبيعيه ما فيها معادن ما فيها رصاص. إيه؟ هي دي الاشياء اللي تخلي كمان الرسمه ممكن يتغير لونها بعد فتره. وهذا الجهاز حق توريد الشفايف نفس الفكره برضو، بنستخدم له ابر خاصه فيه. ايوه بالضبط ابر خاصه للشفايف. طب بما انك جبتي طاري توريد الشفايف خلينا ننتقل لحديث مساله توريد الشفايف، لان كثير من الناس قاعده اشوف انه تحمسوا لهذه التقنيه كثير سواء بنات او حتى من الشباب، فكيف تشتغلوا عليها؟ شوفي اول شيء اكثر ناس بيحتاجوا توريد الشفايف والتفتيح الناس اللي عندهم تصبغات. في تصبغات احيانا تكون وراثيه خلاص تيجي عندهم بالوراثه، في احيانا عوامل خارجيه زي التشميس التدخين او كمان مستحضرات التجميل. في بعض انواع الشركات او الارواج يكون برضو فيها معادن رصاص بعد فتره بتعمل تصبغات للشفايف. فنحن في البدايه بنوحد لون الشفايف وبعد كده بنعمل يعني اللي حابب يعمل توريد يعمل، حتى كمان الرجال ممكن ترى المدخنين وكده يعملوا تقنيه التفتيح. أهم شيء ما يسوي توريد. لا يدخل التوريد. طيب كم يكون عمرها مثلا الافتراضي، وهل ممكن يكون لها أضرار لا سمح الله جانبية على المدى الطويل أو لا؟ عمرها الافتراضي تقريبا توعد سنتين. بعد كده اللي حابب يجدد، وكمان قد إيش في أجسام سبحان الله تفرز اللي هي التصبغات عندها تكون عالية، فكل جسم يختلف عن الآخر يعني في المدة حقت الاستمرارية المفعول. يعني أي شخص ممكن أن يسوي أو يستخدم هذه التقنية توريد الشفايف ولا لا؟ أي شخص معادة اللي عندهم في تعليمات أنا ببعتها اللي قبل الجلسة دائما تفيدين زي بالضبط في الناس اللي عندهم سكر، الناس اللي بعيد الشر عن هذا شيء مهم جدا. أيوة. صحيح. اللي يكون عندهم بعيد الشر السرطان، مع أنه شوفي ضعف مناعة مثلا، ضعف المناعة اللي عندهم حساسية، اللي عندهم حساسية مفرطة في اتجاه أي شيء من الاكل من ده، هذول الناس ما يعني من ما يناسبهم توريد الشفايف. طيب حتى المايكرو بليدنج نفس الشيء. طب سواء المايكرو بليدنج او توريد الشفايف هل يمنعك مثلا من البحر او التعرض للشمس؟ شوفي هي حافظي على اول اسبوعين، حافظي على الجلسه حتستمر معاك النتيجه بشكل اطول. لو حافظت عليها يعني اهم شيء انك انت ما تتشمسي، ما تجيبي مويه عليها كثير، ما ترطبيها بشكل زياده، ما تتعرض انك انت تعرقي كثير زي انك تعمل رياضه وكذا، لانه هذه الاشياء هي اللي بتخلي الشعر تفيش، هي اللي بتخلي اللون يروح زي كذا. جميل جدا، شكرا لك نوران، نورتينا وشرفتينا ويعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا رب. مشاهدينا بكذا انتهت حلقتنا اليوم من ساعه شباب، نشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده وفي نفس الموعد. لا تنسوا تتابعونا على حساب البرنامج الظاهر على الشاشه، وانا اقول لكم فمان الله.